أشادت خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أمنية صلاح بفكرة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. جاء ذلك على هامش انعقاد لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي. مبدئيا فكرة أن يبقى دلوقتي عندنا مقترح لإنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم، طبعا دي فكرة جيدة جدا وإحنا كنا محتاجينها من فترة طويلة علشان نحقق تنسيق وتكامل ما بين السياسات المرسومة للتعليم ونقدر نحقق الطفرة اللي إحنا محتاجينها الفترة الجاية في المستقبل في التعليم. طبعا ده يحقق تكامل بين الجهات وتكامل في رسم السياسات زي ما أنا لسه قايلة، وفكرة أن كمان سيادة الرئيس يبقى حريص أن يوجه بأن المشروع القانون ورئاسة مجلس الوزراء كمان توجه بأن مشروع القانون يتم توجيهه وإحالته للحوار الوطني عشان يتم فيه دراسة واستطلاع رأي المشاركين في الحوار الوطني. طبعا حضرتك عارفة الحوار فيه ممثل من كل فئات الشعب ومن الخبراء كمان، فهتكون فرصة جيدة جدا للاستماع للشارع وللناس على رأيهم في القانون، فبالتالي نطلع بأفضل صيغة ممكنة للقانون ليحقق الهدف بقى اللي احنا عايزينها في تطوير التعليم بإذن الله.